ممكن نستعرض مع حضراتكم كمان احصائيات بقى منتخب مصر ومنتخب الاردن عشان نشوف مدى تفوق منتخب مصر. الحقيقه فارس الاستحواذ كان 59% مقابل 41%. اتكلمت انت عن التسديدات، 30 تسديده مقابل 5 تسديدات، 9 منهم اون تارجت مقابل 11 تسديده على المرمى لمنتخب الاردن، منهم 5 اون تارجت. لكن انا عايز اتكلم في موضوع التسديدات، لان الامانه منتخب الاردن في الشوط الاول من وجهه نظري عمل رقم قياسي في التسديد اون تارجت. منتخب الاردن كان عنده 6 تسديدات على المرمى منهم 5 اون تارجت، او نقول 4 اون تارجت واحده بار اللي هي جت في العارضه ثم جت في القائم. نسبه اجمالي منتخب تونس من منتخب الاردن من التسديدات الصحيحه على مدار البطوله هو صوب فقط لغير 30 تسديده على المرمى، كان منهم 20 تسديده اون تارجت. على المقابل وده لازم نعالجه، الشكل الهجومي لمنتخب مصر، منتخب مصر الاكثر تسديدا على المرمى بين كل المنتخبات العربيه 78 تسديده، لكن الاون تارجت فقط لغير 31، نسبه قليله من وجهه نظري. وان كان ال 31 تسديده هو برضو المنتخب الاكثر تسديدا اون تارجت. لكن مباراه النهارده برضو ورساله ل طبعا مدرب منتخب الاردن اللي كلنا بنحترم المنتخب الشقيق، اللي بيتكلم عن ان فوز المنتخب المصري كان على سبيل الحظ. منتخب مصر النهارده الاكسبكتد جولز 4.5، الاهداف المتوقعه اللي كان المفترض يسجلها المنتخب المصري 4.5، سجلنا فقط لغير 3 اهداف. طيب المنتخب الاردني اللي كان غير محظوظ، ايه هي نسبه الاهداف المتوقعه؟ 1.2%. يعني منتخب الأردن الهدف المتوقع اللي كان المفترض يسجله اتسجل. منتخب مصر كان المفترض يسجل 4.5، سجل 3 أهداف فقط لا غير. فلغة الأرقام لا تكذب، أي منتخب من وجهة نظرك كان الأكثر حظا في هذه المباراة؟ المباراة اللي لازم تحسبها على 4 أشواط وليس شوط واحد فقط لا غير.